مع انتشار موضوع شرب ماء الميكا ده او ماء المايكا، فكان لازم نعمل حلقة عنه علشان نتكلم ونحلل الموضوع من الناحية العلمية. ولك ان تتخيل بقى ان في ناس لحد النهاردة بيشربوا مية منقوع فيها نوع من الاحجار بيسموه ماء الميكا، وبيقولوا ان علاج سحري بيعيد للجسم توازنه وبيمنحه طاقة غامضة. والسؤال هنا بقى، هو ده حقيقي ولا مجرد وهم ممكن يدمر صحتك؟ الميكا ده بقى يا سيدي معدن عجيب شكله بيخطف الانظار بسبب بريقه اللؤلؤي، لدرجة انه بيستخدم في مسحية تجميل علشان يدي لمعة، كمان بيستخدموه كعازل حراري وكهربائي في الالكترونيات. تقوم بعض الشعوب زي الهنود يستخدموه، وبيعتقدوا ان نقع الميكا ده او غلي المية بالحجر بيحول المية لمشروب مقدس مليان بالمعادن والطاقة الحيوية. وبيقولوا بقى ان المية دي بتقوي العظام وبتحسن الهضم وبتنشط المناعة وكمان بتعيد التوازن للجسم. لكن تعال نفكر كده بعقلية علمية شوية، الميكا دي اصلا مجموعة من المعادن السيليكاتية، تركيبها الاساسي البوتاسيوم والالومنيوم والسيليكات مع عناصر تانية كده زي الحديد والمغنيسيوم والصوديوم. فتخيل بقى بوجود العناصر دي ممكن يحصل ايه. فالالومنيوم مثلا كتير من الدراسات رابطت تراكمه في الجسم بزيادة الاحتمالية بالإصابة بمشاكل عصبية زي الزهايمر مثلا. كمان وجود معادن ثقيلة زي الحديد أو الرصاص بيجعل استهلاكهم بكميات مجهولة غير آمن طبعا. والميكا دي كمان بيستخرجوها غالبا من المناجم، علشان كده بتحمل شوائب خطيرة بيبقى من الصعب تشيلها حتى لو غسلتها بالماء. علشان كده انه حتى اليوم لم تثبت اي دراسة سريرية فوائد ماء الميكا للبشر، لكن كل اللي بيتقال عن فوائده جاي من الطب التقليدي وتجارب شخصية غير موثقة. ولذلك كتير من العلماء شايفين ان شربه بيشبه كده شرب مية فيها معادن مجهولة التركيز، وده اشبه بتجربة كيميائية غير محسوبة داخل جسم الانسان، فقد تتحول من دواء لسم بطيء. فالميكا دي بقى يا سيدي معدن جميل، لكن مكانه الصحيح في الصناعة مش في كوباية مية نشربها.